طيب ظهر اليوم عوده للمنتخب الجزائري فرصه ليك انت باش تثبت نفسك في منتخب الجزائر. والله الحمد لله بيان سور هذه فرصه كما يقولوا الحمد لله اللي عملوا فيها كونفيونس دونك لازم انا كما نقولوا نعمل الماكسيموم تاعي في لي ماتش الجايين هذو ما شاء الله، وان شاء الله كما يقولوا واحد يخدم 100% باش يوري لونترينير اللي هو ينجم يكون في الفريق هذا. المنافسه ظهر لي كبيره في البوست نتاعك مع وجود بلايلي كيف ابراهيم. بيان سور كاين هادو لي جوار كيما نقولوا قويين وكل شيء، مي فوالا كيما نقولوا واحد يكون عنده وقت معاهم ان شاء الله ويوري مكانته ان شاء الله. شفتوا شويه المنتخب التونسي؟ بيان سور تفرجنا عليهم واللي عملوا ماتش باهي، ان شاء الله كيما قلت نتمنوا لهم المشوار نتاعهم يكونوا باهيين فيه ان شاء الله. بصراحه شنو حكيت مع ياسين الشيخاوي؟ اكيد تكلمتوا في الموضوع على البطوله ولا اصحابك في الايطوال؟ والله ما حكيناش عليها وكل شيء، جست قال لي بون كوراج وكل شيء، وكما نقولوا احنا خاوه ان شاء الله نتقابلوا ان شاء الله في لي بروشان ماتش ان شاء الله. طيب شنو السر العوده القويه هذه اللي كنتي بعد ما صوبت شويه فتره، شنو سر العوده القويه اللي كنتي؟ والله برشا ساكريفيس وواحد خدم عليها وكما نقولوا حطها في لي زوبجيكتيف نتاعو، دونك كما نقولوا احنا السر نتاعها الخدمه خويا، واحد مامن بروح. بصراحه شنو مشاش في الترجي؟ والله هذا هو الفوتبول، كي تجي تشوف عندنا جوالات احنا معنا في المنتخب الوطني صار لهم مشاكل في دوتر كلاب ونجحوا في دوتر كلاب، دونك هذا هو دونك عادي جدا.